كانت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد أعلنت عن تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في أحداث 7 أكتوبر. وقالت إسرائيل التي تأمل في منع جميع أنشطة الوكالة، قالت إنها تهدف إلى ضمان ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة التي تلي الحرب.